منخفض جوي نادر وأمطار متوقعة في أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية. هذه ليست توقعات لفصل الشتاء، إنما توقعات حقيقية لفصل الصيف الحالي لهذا الأسبوع في بعض مناطق دول الخليج، حيث نرصد في مركز طقس العرب كما تلاحظون أمامكم صور الأقمار الصناعية كميات ضخمة من السحب والغيوم في مناطق جنوب الباكستان، يتوقع أن تزداد في الدوران في مشهد نادر لهذا الوقت من العام، وفي شمال شرق بحر العرب يتوقع هذا المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يتشكل هناك أن يتحرك باتجاه بحر عمان ليؤثر على تلك المناطق أيام الثلاثاء والأربعاء. انخفاض كبير متوقع على درجات الحرارة بشكل غير معتاد، تصل درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها المعتادة في مناطق السلطنة وبعض مناطق دولة الإمارات، إلى أقل من 10 أو حتى 15 درجة مئوية دون المعدلات المعتادة. صور التوقعات تشير والنماذج العددية أن هناك موجة شرقية مترافقة مع هذا الامتداد لمنخفض المنسون، يتوقع أن يدخل باتجاه بحر عمان ليؤثر على مناطق السلطنة، تلك مناطق مثلا منطقة مسقط أو محافظات الشمالية وبعض المناطق الداخلية، ويتوقع أن تهطل على إثرها أمطار غزيرة ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد، ويخشى من جريان كبير الأودية والشعاب في تلك المناطق. الأرصاد الجوية العمانية بدورها قد أصدرت تحذيرا وتقريرا من غزارة هذه الأمطار في مناطق الأودية. يوم الأربعاء يتوقع أن تشمل أيضا أمطار مناطق أخرى من سلطنة عمان. المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات بدوره قد أعلن أن هناك أجواء قد تكون مهيئة لهطول الأمطار في مناطق متفرقة من الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله تعالى. التسلسل الزمني لهذه الحالة بحسب مركز طقس العرب فإننا نتوقع بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين هطول أمطار رعدية على جبال الحجر والمناطق المجاورة، في حين أن يوم الثلاثاء نتوقع وجود استمرار الأمطار الرعدية على شمال وجنوب الشرقية وأيضا مناطق شمال الباطنة والبريمي ومسندم والداخلية والظاهرة، في حين نتوقع هطول أمطار أكثر غزارة على مناطق جبال الحجر والمناطق المجاورة وبالإضافة إلى بعض المناطق الداخلية في شرق دولة الإمارات. أما يوم الأربعاء فنتوقع وجود زخات رعدية في جنوب الباطنة الداخلية ومسقط وأجزاء محدودة من قطر والبحرين، في حين أن زخات رعدية غزيرة من الأمطار متوقعة في السلطنة في جبال الحجر والمناطق المجاورة لمسندم وشمال الباطنة والبريمي، بالإضافة إلى وجود سحب ركامية ممطرة على أجزاء متفرقة من الإمارات، ويبدأ التراجع التدريجي لهذه الحالة اعتبارا من يوم الخميس. هذه كل ما لدينا وهذه كل التوقعات حسب ما لدينا هنا في مركز طقس العرب. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن هذه الحالة الجوية. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.